احكي لنا على ليزوتو. ليزوتو معناتها اللي كانت جمعيه. علاش سموها ليزوتو؟ جمعيه يعني منتخب يعني كان مغمور نوفل. اين تقع ليزوتو؟ ليزوتو في شمال افريقيا، في شمال شرق الجبل في افريقيا الوسطى دون لو سبساريان. مش غادي والله ما نعرف. ليزوتو كمل ثقفنا. ليزوتو علاش سموها ليزوتو؟ لافريك دو سود. ليزوتو مع شكون باش تلعب تونس غدوه؟ مع بوانتلاريا. صلح له نورز وانت المغرومه بالسبور. شو اسمها؟ سانتومي. سانتومي اي سانتومي هذه يقول لي يمشيوا لها بكونسير. ساوتومي برانسيب. والله اختار اول مره نسمع به المنتخب. ساوتومي برانسيب. ساوتومي برانسيب. شنو البلاد هذه؟ وين جايه؟ في بلاد في والله هي كانت اسمها اخر راهو اسمها اخر اما جديد الاسم هذا ساوتومي برانسيب. كل 10 سنين لا بالحق والله نسيت الاسم شنو هو اللي كانت هو فهمتني اما كانت اسم دونك بدلوها كيما جنه كيما المالديف وكيما السيشيل وكيما الردوبان. خذت بطوله الشوكولاته هي ربحت في الفوتبول. شنو شوكولاته في الفوتبول؟ شنو بطوله الشوكولاته؟ هي شين في بارتي دون شين فولكانيك فوالا معطى حجر والدنيا وكذا وتروبيكال وبحر فوالا وبرشا وبرشا جزر فيها من الرتور نمشيو نعمل قريبه من الاكواتور. قريبه من الاكواتور باهي البلاصه باهي عجبتك باهي البلاصه دار فيها. انا ما كنتش نسالك على الكوره يعني وانت عائد الى امير الشعراء تحس انه في ثلاثة ايام الفايده كان فما فراغ. استاذ صافي سعيد لماذا الفراغ في امير الشعراء؟ ولا الشعر شو كذا وهذا الشعر هذا السادي الزيداني في شعر اسمه السادي في امير نزار قبان في محمود درويش في يعني شوف الشعراء في الجيبوت شوف الزنزبار شوف يا اخي الشعراء شو شعرا ما شعر ولا شيء هذا الشعر سفيان الدهش. شكرا يعني في القاء وفي كذا وفي منظر كبير تبع الشعر جو سوي كاباب لا انا راني مش نعمل شعر جلال معناتها فريمون القريحه خارج واحد تلقي له شعر كانك ش عملت فيه كاين معناتها طيحت له قدره انا بالهجاب القدر فهمت يعني نكور بيه بلغه اخرى فوالا يلا الحمد لله يا ربي. حان الان موعدنا مع امير الشعراء. أمير الشعراء. وسامحوني بما أن وليد جاء توا دونك نبداو بسعد يلا. الله. نبداو بسعد. لم يشرب الماء هذا اليوم. قطرة الماء. شيح. عمي بليل. أنا نقترح غدوة نعملوها على للمطر نداء للمطر تتفقوا ثلاثة نداء للمطر غدوة شعر امطري امك تانجو يلا شوف وفكرة طيبة برشا ان شاء الله نهار السبت تصب الامطار ان شاء الله نرجع نعملوا الشعر نهار السبت ان شاء الله. سفيان عبد اللطيف انا والله ضد لا 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 والله بالحق نحكي بجدية يلا سعد. عمي بليل نعم سيب بابا ساعة أنا نحبك خليك سامبا بابا يحكي عليك ديما بالبيه أما كي نسمع البرنامج نحسك كان بيه هو ليه عمي بليل أخزر القدام الدنيا تدور تنجم غدوة تسمع بيا نلعب في الألمان راني نقرا وقتلها اونترينمون ليهي بروحي وبدني وعند الدجاج عامل ابونمون تسب بابا سي توشون نتفكر مره كان يتفرج في مقابله هامه يسمع في شكون عليه يسيح يلقاك انت والجماعه خرجتوه بالقوه العامه البس مريولو في عوض السروال تلكمتوا عليه انت والشله خارج من الفجعة يغني في موال مقيدك مهماشة في تليفونه وين يخرج معاك يروح منفوخ عيونه عمي بليل التلهاب عمي سفيان شوي أراو بابا يروح كل ليلة راسه يوجع والكبدة مكوية كي ساعات ماما تقول له صباح الخير يتمهمش فيه ساعة يقول لها يا بليل سيبني خير
وانت يا نورز يا تتا ترتيبك تعب بابا. انا تتا زدت حليت عليه باب بلا في الركاب التلهى وسيب لي بابا خلي تصب طرف شتاء. عمي بلال يا مسرار مش غريبة تستناني جاي من الانجليز في المطار ان شاء الله ونعطيك شيك مني مصحة علش لي تاخو ثانية ومعها دار وانتي يا نورز يا تتا نبنيلكم في الكيف سبيتار وعمي سفيان نرد اللوزة جنة نبنيلك وتيل تمد سويقاتك فيه وتتهنى وعمي وليد مانيش ناسيك احضر ما عادش تغيب توا في الفقر النسيك امورك معايا سيبان ناخولك بورش من باكو تنسى معاها اللوكاسيون وانتي يا عم الورتاني نجيب لك كرونيكيرات من برا علاش مع وجوه الهم تعاني نعمل لك قناة توب 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 تحكي فيه انتي على الفن وانا نحكي على منافع السكالوب. كان هذا مساج صغير العمي بلال خصوصي راو بابا من كلامك ناقص كان يطير وقديه من مرة نلقاه راقد يتكرم تحت السرير يتكرم ويقول كلام بلال كيفو كيف ضرب الزنزير. برافو 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 ابدع اسعد ولدك دخل في اللعبة من نحترق يجوش مش نسألك هو يسمعك يسمعني بيان سور ما يسالكش حاجات كيما هكا لا نقول ما تسالنيش انت طبعا بيان سور يفهموا لي هذا تمثيل معناتها اغلبيته تمثيل بخلف وليد اللي ما عارفه هكاك بالضبط يعني من ما فيه ان شاء الله امير الشعراء قاعد يشتر كنعجه مش كنت تعمل انت قبل سنه يلا بديت نحضر في روحي يلا وليد وين كنت تفضل تفضل هات البحثين ثلاثة أيام غايب ورجعت النهار الرابع تقولش علي عروسها محنية وكانت لاهية في السابع نغيب وما يهمنيش في القصاصات مانيش كي سفيان كل الدرج يحضر ويصحح عليه ويزيد يختم بالطابع ونغيب ومانيش كي بلال لعديت جمعة في المغرب لما ديت باسبوري حطولي فيه في الدخول والخروج توابع نغيب مانيش كالسعدي ديما حاضر اكثر من المدير واكثر من سي المهدي هالمدة اقترحوا عليه يدخل بالباي في الراديو مش بالفلوس اما بالزيادة في السوايع نغيب مانيش كي نورز لا عندي ريكاب ولا قصان فيديوهات ولا تقارير بصوتها تسجلوا في بقعة من البقايع نغيب خطرني نشم كف ايدي لا يهمني في فلوس ولا في شهرية الحمد لله اخترت الوقت الغاية اخترت الفترة الغير ما نرجعش الحمد لله شابع الحمد لله 10 مرات مشى ديستريبيتوري له شوفين صبوا ولا البضايع البضايع طيحوا لك العمل في الماء الشعر اصدق الشعر اكذبه صحيح كان سفيان عنده دار بالبيسين عودها شابع هذيك عودها المدير يسمع وين اللي تسمع في الإدارة نغيب خاطرني نشم كف ايدي لا يهمني في فلوس ولا في شهرية الحمد لله شابع وليدي ما نجمنيش قصة من القصيدة كان سفيان عنده دار بالبيسين من زالة شرشور أنا عندي فلايح في مرناق بعلي وسقوي نخرج في الماء من تحت الأرض بالموتور وعندي بقر حشاكم الحمهم الطري يتقص قبل ما يوصل الساطور وعندي بالغلة نواع خوخ وبردقان طمسون وعوينة تتقرمش كالبيتي فور كنت تتفقد في ثانية في مرناك في صابة الزيتون الزيت السناء عندي سهول نتفقد في بطيمة الدجاج وقفاص العصافر بصوتهم مصدول ارتحت من صوت بلالي قربع كي صوت الفول سارح مع الحيوانات لا يهمزوني لا يغمزوني لا يورطوني لا يخلوني داخل بعضي ما عندي ما نقول ارتحت من نورز في الحصة ركشت مع أرنب نوكل فيها في الفصة لن ترتب وفي الإيجابيات دي ما عندي متشطب في وقت الحصة العشية نطلع نحطب في وسط ريحة الكليل والعرعار نشم في هواها في هوا عليل في صدري يرطب ارتحت من سعدي وعياطة تقولش عليه وجهها الجندوب في الحجام وفي الخياطة يتذمر من بلال كيفاش عدال عمره في الحصة صلاطة
كشكاشة طالعة حمار قريب يتكلاتة من حصة الحصة كحال ولا في لون الشوكولاتة ارتحت مدهش وحكاياته وبلال خانقة في القرجومة في عنق الدبوزة كل عشية نسمع فيكم بجنبي راديوني مقيل تحت اللوزة برد التاي وكعبات لوز مش لوزتك منحيهم أنا من اللوزة وكيسان تاي دايرين به مركوزة ارتحت منكم وما ارتحتش منه الله في غيابي هو الخوه هو عز صحابي الله في غيابه هالثلاث أيام عشت عذابي سيد الأسياد الوحيد نحكي معاه كي كلمني نضحك لين يظهر نابي تصويرتك حاتها قدامي في وسط الخضار هبط الإلهام عصفت الأوراق في الأشجار صوت الماء ولا ألحاني زفر كل مزمار صوت الريح ولات نوتات خرجت صوت الجيتار وصوت البيبان تتحل وتتسكر ولات لحن كمنجة وخرجت هالكلمات باختصار ليك الله ليك وحدك هالألحان لحنينة انت كل وردة وسط الجنينة بيك بيك نحصد نجاحاتي كما تحصد القمح والشعير الماكينة انت دوايا كل مونيتر اللي نحطوه للغلة تولي بنينة انت برج حياتي كي برج الدلاع اللي نقصه بالسكينة انت انت قلوب الرمان دايرة بهم القشرة حاميهم عليهم حنينة انت قلب لا انت القلوب الكل الموجودة في شجرة المدلينة انت حب انت حب الملوك انت السريز انت العوينة بيان سور تغزل بيك انت مان سيد المخرج عندكش تصفيقة برشا من الناس شكرا ولي شكرا يعني كالعادة مبدع ومتألق انا اللي عجبني فيك الصدق في كلامك انا في تيرا متاعي ما نجم يزحمني العب يتفضل يتفضل لا ينفع العقار في مفسد الدار علاش سفيان في كلمتين علاش عجبك النص الاول وما عجبكش النص الثاني من القصيدة جوست كان النص تحبوا يخون نفسه يعني لا انا اقول راهو انا البشر يتصدم حاجات في الدنيا معناتها يتحسن هكا ولا ياخذ دروس يتبدل يعمل ريكول قلنا في ثلاثة ايام هذولك قاعد فيه مع روحه وين غلط وين أخطأوا وين أموروا وين كذا وبش يرجع منها بالوجه متاع الشديد بعد الطهارة للطهارة منها بش يرجع نظيف ظهر مش مطهر يلا جوست أنا خاطرني نشمي دي نكفي ذيك تفدليك طبعا وليد شفته ساعتين قبل الحصة التوى ستة مرات هبطي ثبت يلا شمي ديك تشبع الملك يشبع الملك صوفيا ندهش ليش يجي على الديستريبيتور يقول نشبع نشبع نشمي دي نشبع ليه ما تجمش تكذب معنا بإذن الله يلا صوفيا جبت قلمي باش نبدأ نكتب نلقى القلم مفاتني قال لي عشيري بديت نتعب ونحسك باش تهنتلني كنت تقول كلام مرتب والناس تبارك وتهني كان كلامك نار وتلهب وانا شايخ معاك نغني كي تشعر من خوفه يهرب حتى السلطان المتجني اللي يسمع شعرك يتسرسب لا تبدا في كفه تحني شعراء شعرك تتجنب من القباني للمزغني فما اللي في قبره ينحب حاشم من شعري ومن فني اليوم انا نلقى روحي نكتب على الطايش والبني بني تو نبدا في خدودي نندب ونغردها وما حني عرفت عمرت صغير مره اخرى برافو سفيان برافو 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 يلا كل بريود هذه دي ملابس سلام مازلت العب مازلت